شهدت الجزيرة العربية ظهور الخط العربي، ومنها داع وانتشر. وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة انتشرت الكتابة وازدهرت، فاكتملت صورة الحرف العربي، كما ظهر الخط المدني الذي كتبت به المصاحف في العهد الأول من الإسلام، ثم تعدد ظهور الخطوط العربية الأخرى. ووجد الخط العربي الاهتمام من حكومتنا الرشيدة، إذ أولت دارة الملك عبد العزيز عنايتها به بتوثيق تأريخه وإقامة عدد من الأنشطة التي تهدف إلى ترسيخ أهميته، منطلقة من حرصها على خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي.